فاكرين الاعلان يعني اعلاناته اللي هو عمل افكارها. انت دلوقتي بقيت مخرج. دلوقتي مخرج. مخرج وبرده كرييتيف مع بعض. ما هو يعني الوضع يعني يعني بنعمل الشغلانتين لان هو ما بقاش في كرييتيفز زينا في البلد فبنضطر نعمل الشغلانتين. كان في اعلان بقى ايه الناس يعني اختلفت عليه. الجيل الاصغر حبوا موت والجيل الاكبر قاعد يقول ايه الاعلان ده؟ انتوا عايزين تقولوا ايه؟ يعني ده جزء من الكرياتيفيتي على فكره. كل ما تبقى عندك كرياتيفيتي كل ما تبقى مثير للجدل يعني. يعني كان غريب جدا. ده كنت انا كرياتيف برضو عليه وكان المخرج بتاعه كان علي علي. كان لشركه ايس كريم مشهوره يعني. وده بصراحه ده من اكتر الاعلانات اللي انا بعتز بيها. انا عارف ان انت غالبا عندك مشكله شويه اخلاقيه مع الموضوع بس هو برضو كان في جزء من الحقيقه كده. ان الشباب في السن ده مش قادرين على اي حاجه بس هو ممكن يفش غله في البتاعه الكبيره دي في الايس كريمه دي. فبس فالفكره جت من هنا ان الواحد عنده كده ضغوط من العيله ضغوط من المذاكره ضغوط من حاجات كتير قوي. لا يعني هما كل الاباء زعلوا وكل الابناء انبسطوا. والله في ناس كانت مبسوطه جدا. والله طبعا. فين الاب اللي انبسط عشان هو بيتاكل عشان هو صاحب ابنه؟ لان هو فاهم ان ابنه عايز يعمل فيه كده في فتره من الفترات يعني نو كومنت. خلينا نشوف نفتكر الاعلان ده. ايه يا ابني الدوشه اللي بتعملها دي؟ عادي يا ماما بنلعب مزيكا. مزيكا؟ مزيكا ايه؟ ومين الفاشل اللي واقف جنبك ده؟ بقول لك ايه؟ لم لي الهبل ده كله وخش ذاكر. انا عايز ابويا اللي هو ايه يعني من اي كوكب. اتفضل. الاعلان ده بالذات لما كنا رايحين نقدمه انا كان معايا افكار تانية خالص انا والتيم وكان معايا ساعتها مديري اللي بيتعامل في الحته اللي هي العلاقات بقى بينه وبين العميل نفسه. قبل ما اخش بحوالي 10 دقايق قلت له لا احنا مش هنقدم ده خالص انا عندي فكره واحد بياكل ابوه كذا كذا. قال لي حلو يعني ما اعرفش. هو برده هو كان راجل ذكي جدا فاهم. لا والله فعلا لان هي الحاجات دي بتبقى برده زي ما كنت بحاول اشرح قبل كده هو بيبقى احساس الاول وبعدين نبتدي نفصصها بقى ونقول اصل انا كنت قاصد كذا وكذا بس هي دايما بتبقى احساس كده زي الاغنيه دي. في يعني الاعلانات بيقيسوا نجاح الاعلان مش بس بالفنيات انما كمان بقد ايه بيحقق تارجت. طبعا يعني هو. يعني ممكن ناس كتيره جدا ما يكونش عجبها الاعلان ده بس هو الحقيقه انه حقق تارجت فظيع جدا في الايس كريم اللي الثلاجه خلصت بجد. والله الثلاجه كانت خلصانه يعني فانت نجحت في الرساله اللي انت عايز تقدمها.